نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعاليات مبادرة كتف في كتف في أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر، استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم بمقر صالة المغطاة في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة. شهدت الفعاليات العديد من الفقرات الفنية وتوزيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى الملابس والبطاطين على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من أهالي محافظة البحيرة. فعاليات متواصلة تنظمها مبادرة كتف في كتف كأكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر، استعداداً لشهر رمضان المبارك في جميع محافظات الجمهورية. ففي محافظة البحيرة نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعاليات وأنشطة مبادرة كتف في كتف بمدينة دمنهور، وتضمنت العديد من الأنشطة المجتمعية. سعداء جداً بحضور كل الناس اللي معانا، أهلنا حبايبنا الطيبين دول، واحنا بنقول لهم اطمنوا، بنبعت لهم رساله اطمنوا احنا معاكم على طول. وطبعا تنفيذ توجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول بالرعايه والاهتمام بكل الشرائح الاولى بالرعايه والاسر الاكثر استحقاقا. فالنهارده احنا من ضمن المبادرات التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مبادره كتف في كتف، وان شاء الله كمان هتبقى موجوده تاني المبادره يوم 17/3 في الاستاد النهارده من خلال محافظه البحيره. ومعانا الشباب المتطوعين، معانا متطوعين من المؤسسه موجودين من اسكندريه ومن البحيره، شباب كله جاي النهارده بكل حب فرحان انه هيفرح الناس ان اهلنا وحبايبنا النهارده. وشهدت فعاليات المبادره توزيع كميات كبيره من المواد الغذائيه بالاضافه الى الملابس والبطاطين على الفئات الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا من اهالي محافظه البحيره، الى جانب تنظيم العديد من الفقرات الفنيه وعرائس الأطفال. شايف دلوقتي في عدد كبير من صناديق المواد الغذائيه، وفي ملابس لو بصينا هناك اهيت، وفي كحك وبسكوت، وفي لعب للاطفال، وفي هدايا كبيره جدا. بصراحه احنا اول مره نشوف الكم ده من العمل الخيري ده، وبتقوم بيه مؤسسه هي عضو في التحالف الوطني بالكم ده من الاطفال والسيدات اللي هي بتكتظ بها الصاله المغطاه بدمنهور. كتف في كتف اكبر مبادره حمايه اجتماعيه في مصر اطلقها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي من اجل دعم الاهالي والفئات الاولى بالرعايه في ربوع مصر.